السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتاوى رمضانية. السؤال: هل يجب الصوم على المجنون؟ والجواب: لا يجب الصوم على المجنون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله عز وجل إلا رحمة للعالمين قال كما عند الترمذي بسند صحيح: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أي يشفيه المولى عز وجل من الجنون، وعن الصبي حتى يحتلم أي حتى يبلغ. أسأل الله عز وجل أن يعلمني ويعلمكم يا رب العالمين، وأن يجعلنا متبعين لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.